شكم الشعور انتم بكثر بوفة شي بابا وعد. السلام عليكم. الجولة ديالنا الان غادي تبدي من واحد المنطقة اللي سميتها كارتاخينا قرطاجة لنا بالعربية. غادي يستقبلنا واحد عمي اللي هو راجل طيب طبعا. غادي نبقاو نستنانا الان. ها هو عمي. فين عمي؟ مزيان. صباح الخير عليكم. صباح الورد. صباح الفول. مع العموم. رحنا في كاين ميور. احنا الان في واحد الشارع اللي كيتعتبر سياحي. شوف شحال البلاصة. الملك. الملك. البلاصة ديال الرهادي. كما كتشوفوا صباحي هنا النظافة وكلشي خدام كلشي عاطي الدق. والان الساعة راه شي 8 البرد شوية قليل. مقارنة مع داكشي اللي شفنا داك السيدي. هنا كيكون فيه جدر. سيدي سميح خري هنا كيديروا حفلات. واحد من العسكري راه هنايا مسكين دائما مسافر. يوه درت معاه التصويره في 91 هذا واش وباقي هنا من 91 واه وباقي راه عندي التصويره في الطوب. شي عسكري ولا طبا؟ العسكري كان في الارمي وجاب كان مينيستير. هذا الجندي هذا داير ساكو بحالي هكا كما كتشوفوا. فين غادي ما عرفناش فين غادي. كما كتشوفوا اسبانيا معروفه بهاد لي بارك موجودين بزاف هنايا. يعني مساحات فين بنادم يجري فين من يشبه هذا عمي هذاك العول له الراس. شوف من يشبه يريد الله يرحمه. والله الا شبهت الفريد لا نو افرت كوبي يا خويا. هذه يا خويا انا فايت على ود الشيء. او الشمس بدات كتشرق عمي راه هي رجف. انا مع ولفت البرد جات لي عادي هنا الجو باخر. شوف هاد خينا هذا مسكين راه واحد خونا راه يخمم هنايا. انا عاود هذا كان غادي والاخر رجع علاش راه يخمم. اقا خمو عمي ماشي انت والله الا قاعد عاود تخمم. غير اصبر غير اصبر غادي تحل لي ايام. واش انت اصبر يا تخمم كما كتشوفوا هما الكورد صابحين كيديروا احنا اللي صابحين خامرين صابحين على المسمن. سميت هاد البلاصه عمي سميتها البورتو. انا غادي نديروا من بعد سميتها الفينيجي الباتوي. علاش قلت لك اودي هنا بقى نزلوا معكم الجيد توريستيك سي مصطفى كيعطينا معلومات. كاع ما نحتاجو نتبعو شي جروب كيما كنو نتبعو جروب. هذا بوحدنا جروب. كما كتعرفوا كارتاخينا كاين ثلاثه المدن في العالم اللي سميتو كارتاخينا. كاينه وحده في كولومبيا وكاين في تونس وكاينه هذه ديال اسبانيا. الرفاعي درك عاد راه يصان. كما كتشوفوا هاد الجهه كتشبه شويه ديك مارينا اللي عندنا في بركان. شويه جيت الاخر من الوجه. ايوا شنو الفرق كاين راكم عارفين. الجو ديال الشروق اللي زوين بزاف هنا في هاد الجهه. دعوه هانيه الفليوكات اللعيبات. حنا الان في واحد البلاصه اللي سميتها هما كيقولها موسيو هنا بالسبنيوليه ولكن حنا كنقولها المتحف. المتحف هذا هو فيه داكشي ديال التاريخ ديال الرومان وديال الاسبان وديال العرب وديال المغاربه وديال العرايب. كاين هاد البلاصه هنايا الفوق بحال داكشي اللي عندنا بركان ديال تافوغالت سميتها مولينيتي. قال لي واش راك تقارن تافوغالت بها. كيطلعوا منا بالسانسور. شوفوا غير اللعيبه اللي دايرين لها باش تطلع الفوق كي دايره. يعني ماش تطلع الجبل على رجليك كتدخل للسانسور وتخرج من تما في ديك الغابه. هذا هو الهلال الاحمر ديالهم هنايا. بالنسبه اللي جا حارق ولا هنا كيجيو باش يهتموا بهم. راكم عارفين ديك الايامات الاولى. هو العموم غادي نخلي لكم الادريس ديالو اللي جا مرحبا به. راني قدام راني في الجهه السياحيه. هذه البلديه عاود لكن هذه البلديه البلديه من كيجيبوا الرخصه باش يبنيو. هذه سميتها السيرفيس سوسياليست. لا هذه هي اللي كتعاون الناس حتى اليوم. المهم مكلفه بكل شيء. عندهم البلدية هنا كيعاونوا الناس في الكريه كما سمعتوا. احنا الان في واحد القهوة ديال العرب كنديروا استراحة. القهوة اللي كيتجمعوا تقريبا المغاربة وصراحة القهوة نقية كتلقاو بالسلام بالسلام كيديروا صلة الرحم بيناتهم. المهم نكملوا القهوة هادي وانا نخرجوا نكملوا الجولة. الان سرينا القهوة ديالنا في هاد القهوة اللي كتشوفهم ورانا هنايا. وهذا ولد عمي منصف. قول لهم شكون تاعك. انا منصف ولد عمو. غادي نمشيو لواحد واش هذيك مقاطعة بحال هكاك سميتها بالاسبانيولية اجو تابينتو. نتلاقاو تما الى قدرنا نصورو ندخل. حنايا الان في واحد بحال المقاطعة ديالهم. جا منصف باش يدي واحد الشهادة تسكنا منا. ورانا شدينا النمرة هادي. دخلو هادوك هما البيرويات ديالهم ليها. كما كتشوفو كاين قاعة الانتظار الناس كيستناو هنايا. وهيك الشاشة باش من توصل النمرة ديالنا نمشيو ندخلو نشوفو. حنا الان كنستناو ديك الاداره اللي قلنا لكم. ولقينا هنا واحد شي ناس كيجمعوا الالعاب ديال الاطفال كيجمعهم باش يفرقوا مع دوك الاطفال اللي ما عندهمش. هنا ما شفتو كيستكو داك الشيء كل حاجه بوحدها.
صراحه ما كرهناش مبادرات بحال هذه في المغرب باش يفرحوا دوك الاطفال اللي ما عندهمش، واغلبيه ديال المستفيدين كيكونوا من العرب ومن داك الشمال هما اللي كيستافدوا من هذا الشيء. فمادوين ناس عاديين متبرعين يعني ماشي شي حاجه والعاب جداد يعني ماشي داكشي كازيو ولا شي Para él solo tiene que ir a estadística, en donde está el padrón de habitantes, allí en Ronda de la Unión. Donde está el empadronamiento, en la calle Ronda de la Unión. فهاد الجهه بعد اللي رانا فيها ديال كارتاخينا معروفه بداك الشيء ديال الرومان وكذا، حتى البني اللي كان قديم ديال الرومان كما كتشوفوا دوك الفراشه فين ما مشينا كنتلاقاو. سعيد نكملو نمشيو للبقره. منا بقره عاوتاني؟ وعلاش البلاصه شنو فيها؟ فيها كسوه؟ واه هادي حانوت ما كيرخصو. نيشان؟ واه فيها الكسوه. قلتو فين ما كانت شي بلاصه ديال الرخاص ديما. لي ما شريت نزه ديال المصاج مصاج ادير ظهرك كي درت ليه هر كدير ليه هر الراس شحال دير هذا المصاج هذا شي 30 اورو بيه بالكرسي زعما كتخد بزاف لازلنا نتجول هنا كما كتشوفوا فين ما كان شي حاجه زوينه كنفوتو مدينه زوينه بزاف عامره بالسياح شحال واحد داير الغلط على هاد الجهه ديال مرسيا كارتاخينا فيها ما يتشاف شحال واحد كيحسب له شي عربيه. حنا الان في وسط المدينه ديال كارتاخينا، هذيك ما كتشوفوا هذه واحد الجامعه عندهم هنايا، هذا هو لافاك ديالهم، وكاين هنا هاد الغواصه هذه اللي كتشوفوا هاد الغواصه هذه اللي كتعتبر اول غواصه في العالم، اول واحد صنعها روماني. غادي نديرو داك القطاع ديال المغاربه ريد عندك، غادي نقطعو الطريق حيت ما دايرينش بلاصه تفوت لهاد الرومبوان هادي باش نمشيو نصورو هاد الشيء. كما قلنا لكم هاد الجهه ديال كارتاخينا فيها ما يتشاف، كاين بلايص اللي كتمشي وتشري منهم كتلقى فيهم صوت كتلقى فيهم لعيبات مزيانين، اسبانيا كامله فيها هاد اللعيبات يحاولوا تلقاوهم وصافي. كاين كارفور، كارفور ماشي ديال المغرب ديال هنا راه لا علاقه مع ديال المغرب، وكاين ليدل وكاين ديا. كاين الرخص صراحه هنا سورتو حنا راه جايين في واحد الوقت اللي فيها لي برومو بزاف. صراحة فوق ما كنجي لهنا لإسبانيا كتلقى الناس هنايا بشكل كرامة، يجي هنا كيطيبوك بالعرضات عرضات عرضات، هاهوما عاوتاني جيت هنايا عرضونا شي ناس قالك واحد تغدات وحشمة نتا ندخل المشكل، كنستنى عمي يجي باش ندخلو نتغدا، وهذا عاوتاني كيقولك يزار فوقاش يدخل ما عاد فيهم والو. علاه رحنا فيه يا خويا؟ علاه ما تمشيوش باش يكبح الفم. حنا الان في واحد البارك دايرينو هنايا دارها الدوله للاطفال باش يجيو يلعبوا فيه فابور، ومعنا ياسمين بنت عمي ستظهر معنا لاول مره في هذا البلوك هذا. سلام انا ياسمين عندي 13 عام وساكنه في بنيون وهذا ولد عمي. عندك 13 عام؟ تبني كبير. ما تقولها. اي والله. وانتي قداش وجاي تلعبي في هذا البارك ديال بزاف الان كيما جيت تشوفوا غادي تدخلوا يلعبوا، حنا غادي ندخلوا رافق عمران ما داخلش انا نلعب معاهم. الحاجه ديال الفابور حتى هنايا في اسبانيا كيشد عليها حتى ماشي في المغرب. راه عاد حاصل؟ ايه كيفاش تكون الشعور وانتم كتركبوا في هذا الشيء فابور؟ واعر كتعطيك واحد الانرجي حس فابور ما كتخلصش ياك كتجيك. اي انتم هنا في اسبانيا كتموتوا على الفابور؟ واه كيز يلا كما كتشوفوا راه كاين العاب بزاف ما كاينش شي وحده ما كرهتش انا ندخل نقز معاهم من هنايا. زيد خير ما قدا
شي يهود. يلا تمشي باش يعجبوك. كاين هنايا ناس هما اللي منظمين هذا الشيء تيكيات باش حتى واحد ما يدي التور الاخر والناس باقيه كتسنى اللي لعب مره كيرجع عاوتاني اللور ويشد. من بعد ما سالوا هاد الاطفال هادي دابا كبيره وانا كنقول لها الطفله هادي المحفقة ما خصها تلعب ليها، غادي نمشيو لهاد البلاصه اللي زوينه وفيها الزين. غادي نطيروا الان الدرون هنا في هاد الساحه. كنكملوا الجوله ديالنا هنا في مدينه كرتاخينا. الجو زوين، كل ليل كل نهار. Thank you.